بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم الأربعاء الموافق 29/21 الدفعة 13 لبيت أوقاف الفيوم من سقوط الأضاحي، وبهذا يكون قد وصل إلى المديرية 48 طن والدفعة اليوم 4 طن. اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر سبتمبر عام 2021 تم وصول الدفعة 13 من لحوم سبوك الأضاحي لمديرية أوقاف الجيزة وقدرها 3 أطنان، وبذلك يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى الآن 47 طن من لحوم سبوك الأضاحي. تسلم مديرية أوقاف بن سويف اليوم الأربعاء 22/9/2021 الدفعة 13 لحوم سبوك الأضاحي، يصل ما تم استلامه حتى الآن 46 طن. وصلت اليوم الأربعاء 22 من سبتمبر لعام 2021 الدفعة 13 من لحوم صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف وقدرها 4 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة الدقهلية حتى الآن 46 طنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.